بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل معا ومع فقرة جديدة تحت اسم أداة عداد الوقت. وأول درس في هذه الفقرة سنعرف فيه بإذن الله بأداة عداد الوقت، فتابعوا معنا الدرس. أداة عداد الوقت أو التايمر، تمكننا هذه الأداة من تنفيذ مجموعة من الجمل في وقت معين، ويمكن استعمالها كساعة تنازلية أو تقوم بالعد التنازلي، أو يمكن عمل ساعة باستخدامها وتستعمل لتنفيذ العديد من المهام التي تحتاج إلى ساعة أو إلى زمن على سبيل المثال. وتكون هذه الساعة بشكل غير مرئي ضمن البرنامج. نلاحظ هنا نختار أداة التايمر ثم ننقر ونضعها على النموذج، فنلاحظ أنها وضعت بالأسفل. نلاحظ خصائصها هنا، أهم خاصية هي خاصية Enable. إذا أصبحت الخاصية بإترو سوف يبدأ عمل التايمر مباشرة، لذلك يمكن تمكين هذا التايمر خلال عملية التشغيل. عند نقر أي زر على سبيل المثال، عند النقر على شغل العداد سوف تصبح هذه الخاصية بترو. أما الخاصية الانترفل فهي تحدد المدة الزمنية التي تريد التعامل معها. نلاحظ هنا إذا وضعنا القيمة بألف، أي أن الفاصل الزمني بين كل حدث والآخر يكون بمقدار ثانية واحدة، أي كل ألف تمثل ثانية واحدة، أي يتم عمل عداد في كل ثانية. نلاحظ هنا الفرق الزمني أو المدة الزمنية هي ثانية واحدة. نلاحظ هنا الأحداث الموجودة فيها هو حدث وحيد. عندما تكون الخاصية enable تساوي true، هناك حدث واحد هو حدث التك. الآن سوف نقوم بالإجراءات التالية لعمل عداد متتالي. على سبيل المثال ننقر على شغل العداد ونقوم بوضع الكود التالي: timer 1 dot enable تساوي true لتفعيل العداد. الآن يمكن عمل الكود الخاص بالتايمر، وذلك عند تفعيله نختار التايمر ثم نقرأ مزوجا على التك أو حدث التك. ثم يمكننا كتابة أي كود نريد. على سبيل المثال سوف نعرف متغير من نوع public ليتم حفظ قيمته في الذاكرة، public a as integer على سبيل المثال. إذا عرفنا متغير نوعه integer سوف نستخدمه ضمن الحدث take لي التايمر. الآن سوف نقول أن a تساوي a زائد واحد ليتم في كل مرة تفعيل الحدث بإضافة واحد إلى A. الآن القيمة label أو النص الموجود في label 1 يساوي A. الآن في كل مرة يتم تشغيل العداد عندما تصبح قيمته بترو سوف يتم طباعة أول قيمة في label text وهي واحد، ثم يتم الزيادة بواحد باستمرار حتى يتم الخروج من البرنامج. يمكن إضافة زر لإيقاف العداد إذا أردنا ذلك. نلاحظ هنا نفس الزر Ctrl C Ctrl V لإيقاف العداد. نلاحظ هنا يمكننا إيقاف العداد. نغير خصائص هنا إيقاف العداد. نلاحظ هنا لدينا كلمة العداد مسبقا، لذلك سنحذف واحدة. الآن يمكننا كتابة كود خاص بهذا الزر. سوف نكتب نفس الخاصية ولكن خاصية قيمتها بفولس كما سنلاحظ ذلك الآن. إذا ديفولت فولس. الآن نقوم بتشغيل البرنامج. نلاحظ عند تشغيل العداد تصبح الخاصية enable فعالة. يبدأ العد باستمرار في كل ثانية وهي مقدار الانترفل يزيد بمقدار واحد. نختار إيقاف العداد. يتم إيقاف العداد لأن الخاصية enable تصبح بفولس. كما يمكن تشغيل العداد مرة أخرى أو عملية الإكمال أو الاستمرار لأن A تعرف على أنها متغير من نوع public، أي متغير عام. كما يمكن الإيقاف كذلك، كما أنك لو قمت بعمل ساعة توقف أو كرونو. إلى هنا نكون قد انتهينا من إنشاء المشروع الخاص بنا. لاحظ أنه مشروع جميل يندرج ضمن درس أداة أعداد الوقت. إلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا هذا بانتظار تطبيقاتكم بإذن الله، ونترككم في أمان الله.